إبليس بكبره وإبليس بأذيته يعرف من أمير المؤمنين مقامات لا عد لها ولا حصر. الرواية شو تقول كما في صحيفة الأبرار وكما في كتاب الدروع الداودية للشير داود الكعبي، شو يقول؟ واحد تقابل مع إبليس، وإذا أنا ما خانتني الذاكرة نبي من الأنبياء إجا إبليس يمه، فالأنبياء يشوفون إبليس، قال له نعم ماذا تريد؟ قام يتكلم وياه شلون يغوي الناس، قال له وأنت خسرت الدنيا والآخرة. هذا رواية عن الإمام يرويها الإمام، يروح الإمام قال له إن ذاك النبي خاطب إبليس يقول له أنت خسرت الدنيا والآخرة كذا وكذا وكذا، قال له لا في شيء ما خسرته، قال له شنو؟ قال له أنا ادخرت لنفسي اسما من أسماء علي، من أسماء علي إذا ناديت به يوم القيامة يغفر الله لي. فالإمام الصادق شو يقول؟ يقول فينسيه الله ذلك الاسم فلو نطق به لغفر الله له.